نهى صلى الله عليه وسلم أن يفعل بقبره ما فعل بقبور بعض الأنبياء قبل أن يقوم القبر أصلا، قبل أن يقوم. ودي بقى فائدة، لأن بعض الناس يا جماعة الليلة بجادل عن شيوخ الطرق، يقول لك يا أخي الكلام ده زي ما قال واحد اسمه محمد مصطفى الياقوتي، قال في مناظرة مع واحد اسمه محمد إبراهيم البلة، ده مناظرة، قام قال لمحمد إبراهيم البلة هنا الاثنين يعني لا يرضوا من يرضي الله سبحانه وتعالى، قام قال له انتوا الأخطاء اللي بتقعوا فيها، ده الصوفي قال لي ذاك، الأخطاء اللي بتقعوا فيها بيقعوا فيها ناس كبار فيكم، وده كلام باطل إذا قصد بذلك الدعوة الحق. قال له وأما نحن الأخطاء اللي بيقعوا فيها ديل الجهلة والناس الأتباع، قال له الأخطاء اللي بيقعوا فيها الصوفية ديل الناس الجهلة وديل الناس شنو الأتباع. عشان كده كثير من الناس بحاجج بالحجة دي، يقول لك يا مولانا أنا والله قعدت مع شيخ فلان، زول لك أول شيء وشه ما شاء الله ناظر، وزول عنده سمت لابس له حاجة كده زي الطرحة، وساوي الأشال زي علامة فيه، ورابط نصه، وبخور مولع سبحته مترين، زول يا مولانا والله النور مارق من وشه وما مرطب وشغال طلبة أصلا منور، بعدين يقول لك النور، والزول يا مولانا الكلام الحاصل اللي بيقولوا ده ناس ينادوه كذا وكذا، يا مولانا ديل الجهلة ديل الصغار، ده ما هو أي النبي عليه الصلاة والسلام قبل قبره يجي حذر من انه شنو يتخذ مسجدا. الصوفي الشيخ يعلم لا بعلم الغيب لكن بالتتبع والاستقراء من حال قادة الصوفية أن الميت من قادتهم يبنى له شنو قبة، بيبنوا له قبة، صح ولا ما صح؟ ولا ينهى عن ذلك، ولا ينهى، بل يرى الباطل، بل يدعو إلى الباطل. لأنه يا جماعة احنا نرد على الكلام ده بالراحة بمثال واحد، عبد الرحيم محمد وقيع الله البرعي، عبد الرحيم ده أصلا اسمه عبد الرحيم محمد، لقبوه بالبرعي على برعي اليمن، ومشوا قالوا زول كذا وفعل كذا وكذا ودرس كذا وكذا وكذا. طيب الرجل ده بالراحة كده من غير أي إساءة، الزول ده عند الصوفية قائد ولا من الجهل والتبع؟ مش قائد باتفاق من يعرف البرعي ويعرف حاله في السودان، الزول ده قائد صح ولا ما صح؟ طيب البرعي يقول في كتاب ديوان رياض الجنة ونور الدجنة ألفه هو بيده، وديل زعلانين نسيت لما ترد يقوم يقول لك مالك وماله، وفي مقدمة كتاب البرعي قال وأذنت للمصلحين إذا رأوا فيه خللا أن يصححوه وأن ينتقدوه، ده زعلان زاي وذاته قال اردموني، كان أنا كان غلطة قال اردموني، خلونا الناس اردموني، قال براو قال كذا، قال صح، قال لو في خلل طوالي الناس تبين، وهو يقول الخلل ليس كما يتوهم الذي يسمع هذه العبارات إذا وجدوا خللا وكذا، إنه خلل بهفوة، أسمع كلام وشوفوا واضح كيف. قال في الكتاب ده إن ناب خطب في البلاد نزيل، قل يا ولي الله إسماعيل، كان جات مصيبة في البلد، خطب مصيبة، تنادي منه في المصائب؟ البرعي قال له قل يا ولي الله إسماعيل، نادي إسماعيل، إسماعيل لما تفون في الأبيض، جاته مصيبتان، إسماعيل ذاته مش قال نادوا في المصائب، هو ذاته جاته مصيبتين، الأولى ضبحوا الغفير بتاعه، جابوها ناس جريدة الدار سنة 1436 هجرية أو في هذا النحو، قبل 3 أو 4 سنوات. المصيبة الثانية السنة الفاتت أو القبلية جابوها برضو في الجريدة،
قالوا انهيار قبة الشيخ إسماعيل الولي بعد قيامها 100 سنة. 100 سنة قبة كلها كم متر؟ بعد قامت 100 سنة، بعد ذاك في النهاية شنو؟ وقعت. ينادوه الله السما دي ماسكه كم سنة؟ سنة ولا سنتين ولا 100 سنة ولا 1000 سنة؟ ولا لا يعلم ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعد. ودل السما ذات لو زالا بقعا في مخلوق وليس في الذي خلقهن. ودا القبة لما وقعت وقعت في سيدة ذات الرب تر 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 كلها في معقولة يا أخي.